السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة ميلودا الحادقة. أتمنىكم تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنحضر لكم واحد البطبوط اللي سهل وناجح ديال الدار، سهل مال، ما كاينش حاجه اللي غتطلب ما تكاينش عندك في الدار، كل شيء سهل، كل شيء قريب، راه ناجح وزوين. يلا خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا كيلو الفورس من نوع المزيان، وعندي زلافة ديال الفينو، وعندي زلافة ديال القمح، القمح العادي بلدي، وهذه الزلافة اللي كنعبر بها مع داك الكيلو الفورص. وعندي معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة ديال السنيدة، والملح طبيعة الحال. وعندي ليكم الخميره البلديه، ها هي. انا راه واخا يلاه عجنا بها الصباح واقا ما خامراش بزاف كيف كتعرفوها، ضروري من الخميره البلديه البنات، راه صحيه وزوينه ويو المدافي. البنات ها الخميره البلديه عندي راه كامله، كنحيدها ونعاود نزيد عليها القمح ولا الفورص بحال اللي غديروا عليها من بعد، نعاود نخلطها باش تخمر. هاد البطبوطه البنات انا راه ما كنديرش فيه شي حاجه اللي غاليه، وشي بحال غدير الخبز غديروا بطبوط، راه ناجح هاد البطبوط. انا راه ما كنبقاش ندلك فيه بزاف، ما غتشوفوا طريقه البطبوط اللي كندير هنا، يعني ما كنبقى نتعذب ولا ندلكو مزيان. هذه طريقة البطبوط ديالي البنات، غادي نغطيه حتى يتماسك شوية، وانتم غتشوفوني كيفاش غنرجع ليه. غندير ليه شي بلاستيك غذائي ونغطيه على ما يتماسك شوية ونرجع ليه. هنا البنات العجينة هي كتشوفو فيها راه ختامات، عيطت على داك البلاستيك غذائي، راني مدلكتهاش. دابا غتشوفو كيفاش غندير، راه كتجي ساهلة هاد البطبوطة البنات. غندير عليها واحد رشة الماء، يجي ساهل هاد البطبوط، ساهل بزاف هاد البطبوط بلدي البنات، راه ساهل هاد البطبوط بلدي. العجينة ديال البطبوط البلدي، دابا غنغطي داك البلاستيك الغذائي حتى تخمر ليا. ها
نرجع ليها مره اخرى، ندير لها واحد الرشه صغيره ونعاود نقرص هذا البطلوب. هي العجينه البنات، هي البطلوب صافي واجد الدقراص. دابا ندير لي واحد نص رشه ديال الزبده ونختامل مزيان. كتشوفوني راني كاع مدلكت البنات، دابا يمكن لي نقرص البطبوط البنات. هذا هو البطبوط، دابا راه خامر البنات. هذا هو البطبوط البلدي ديالنا البنات. نستمر تنكمل هذا الشيء البنات ونشارك معكم. يبقى تشاهدوا البنات، هذا هو الدقراص ديال البطبوط. تشوفوا المنديل راه ما فيش الدقريسه نهائيا. واللي نبغي نقول لكم البطبوط ما تخلوش يختمر بزاف، حتى يختمر ما كيجي صامت. يلا دابا هذا البطبوط انا غنخليه 10 دقائق وغنرجع نطيب فيه. حقاش اختامر ملي كان في القصريه جوج مرات، ما نعاودش نخليه اختامر في الدقراص. 10 دقائق وغنرجع نطيبو ان شاء الله. البنات هذه هي اول وحده رميت، ما تخلوش يختامر البنات، هاد مره وحده كيخمر. انا خليته 10 دقائق ورجعت لي. البنات كيخد يخرج من دوك الفقاعات وكيجي محلول البطبو. دا هو الطياب ديال البطبوط البنات. بقيت دورها بشوية، البنات تيطلع البطبوط وكيتحل. طريقة البطبوط البلدي البنات هو هذا، هذا هو البطبوط البلدي. راه كيجي زوين وكيجي محلول البنات. راك تشوفوه كيجي محلول، هاهي الطريقة ديالو راه محلول. هاهي البنات، هذه طريقة البطبوطة البنات. لا عجبكم البنات ما تنسوناش من
من التعليق، وخلوا لينا اللايك، وشكرا لكم نتوما اللي كدعموني وتزيدوني قدام، والشكر كيرجع لكم بزاف البنات والولاد اللي كيتابعوا القناه ديالي. نبقى نقول لكم الصحه والراحه وشهيه طيبه، وشكرا لكم كاملين وعواشي مبروكه.